تتصل بالمحافظات اللي هم الثلاثه اللي هم اللي باللون الاخضر اللي هم قاعدين فيهم شباب دول سياده كل 9 محافظات متصلين بالجهاز ده. انا بقدر اتصل بالمحافظه واتلقى منه البيانات والصور والفيديوهات اللي بيبعتها لي، او ابلغه يتنقل لمكان الحدث وبالتليفون اللي معاه يقدر يجيبوه هنا، ثم انا اعرضه على الشاشه دي، ثم من الشاشه دي اعرضه على سيادتك في المركز اللي هو الكبير. بقيه شاشات سيادتك اللي هي الاجهزه اللي هي الموجوده في الجنب الثاني دي عباره عن في اجهزه متصله بالانترنت، دي عشان نتابع بيها صفحات التواصل الاجتماعي او الحوادث او صفحات المحافظات عشان نعرف الاخبار. الاجهزه الثانيه بيبقى عليها التقارير بتاعتنا اللي بتجيلنا من غرفه الازمات وتحليل الحوادث والسيناريوهات عشان نقدر نتابع السيناريو بتاع الحادثه. يعني مثلا لو حصل لا قدر الله في محافظه من المحافظات حريق مثلا او سيول، انا عندي هنا سيناريو السيول بتاع المحافظه اللي واخده فيه اجراءات بتقول انها نقط الانتشار بتاع العربيات في الحتت الفلانيه، البدلات، مش عارف ايه الكلام ده، ده بيظهر لي في الجهاز ده، بحيث ان الموظف المسؤول يبقى متابع حركة المحافظة، ولما بيجي له اي بلاغ على الجهاز التاني اللي هو متصل بالنت ده بيقوم يوجه الديسباتشر هنا انه يتصل بالمحافظة يقول له توجه للمكان اللي فيه النقطة ده، او وجه عربية اقرب عربية للمكان التاني. البنش ده حضرتك ده البنش بتاع السيطرة الرئيسي بقى، ده اللي بنقدر نفتح منه او نتصل بالمحافظات وننقل الصورة سواء من الكاميرا الخلفية او الكاميرا الامامية للغرفة. ده بالاضافة سيادتك ان في طبعا ان انا اقدر اعمل فيديو كونفرنس مجموعة من المحافظات لوحدها، يعني مثلا اقدر اعمل ل5 ل6 ل7 ل9 او اقدر اعمل ل27 محافظة بالكامل. تمام سيادتك. ثم عندي طبعا الغرفة بتاعت مركز الادارة اللي هي الغرفة الجانبية دي اللي بيبقى فيها طبعا مجموعة الادارة بتاعت الحدث، بتبقى بتشريف سيادتك او من ينوب عن سيادتك يعني. ثم الغرفه الاخيره اللي هي فيها اداره الازمه كتحليل بيانات، قواعد بيانات، بنطلب منهم بيان يعني بيمدونا بالبيانات او بيغذونا زي ما انا قلت لحضرتك كده بالسيناريوهات او بالمعلومات اللي احنا بنحتاجها منهم. تمام. اللي هي قواعد بيانات عندنا في 75 نموذج عباره عن محطات الميه، اماكن المساجد، اماكن دور العباده بالكامل، اماكن الوحدات القرويه، تليفوناتهم، تليفونات الشخصيات اللي بتشتغل، الوزارات، المديريات في المحافظات، كل ده موجود عندنا في قاعده البيانات في الغرفه الاخيره. طب نفرقكم على الغرفه الثانيه. الشركه الوطنيه طبعا هي شركه قوميه مصريه، يعني كل الاداره بتاعتها اداره مصريه كامله، وبتمتاز ان هي مؤمنه معزوله تماما عن الانترنت. تقوم بيها الجهات الحكومية أو بتشتغل جوه الجهات الحكومية كلها على أساس تدير أعمال الجهات الحكومية. في البداية كانت الطوارئ، يعني عشان حضرتكم واضحين معاكم، البداية كانت الطوارئ والأزمات. النهاردة الشبكة الحكومية اللي هي الشبكة الوطنية زودت المجال العمل بتاعها، طبعا دي بتوجيهات إنها تخش كل الخدمات المقدمة للمواطنين والخدمات دي يعني اللي هي المتحركه من فودافون او اتصالات او كده وتبدا تشتغل. لا دلوقتي مش هيبقى كده، هيبقى في شريحه من الشبكه الوطنيه وتبدا العربيه دي تعمل الشغل ده. نفس الكلام لو انا عندي مثلا المونوريل المتحكم فيه هتبقى الشبكه الوطنيه، يعني بتحكم فيه لو عندنا مثلا ميناء ده بنشتغل بالروبوتات والشغل اللي هو الذكاء الاصطناعي ده برضه هتبقى الشبكه الوطنيه اللي قايمه دي. اكتر من نموذج معمول في اكتر من حاجه، وزاره الصحه مثلا انظمه الاسره وانظمه الرعايه الحرجه كل ده مربوط على الشبكه الوطنيه. الجهات بدات تشتغل معاها بس ما حدش عمل مركز زي دوت الا وزاره التنميه المحليه اللي هي الشجره الاساسيه بتاعه المحافظه.